أنا زهرة العبد الله، جينا من سوريا من محافظة دير الزور. أنا أم لست بنات، جينا من لتركيا من سنة ونص تقريبا. درست بالمعاهد الخاصة ومعهد رياض أطفال عنا بسوريا، ولما طلعت لهون قعدت، ما في يعني عندي أولادي يروحوا هنيك، ما قدروا أولادي يكملوا مدارسهم. في عندي ثلاثة بالبيت ما عم يدرسوا، لساتهم صغار. طبعا أنا ما كملت تعليمي الجامعي، وطبعا بسبب الظروف اللي صارت بسوريا وهيك شيء، بس أنا الحمد لله إن شاء الله رح كمل تعليم بناتي. طبعا أنا استفدت كثير من هالبرنامج بعدة مجالات وعدة نواحي، سواء من ناحية تربية الأطفال، سواء من ناحية التعليم. معكم المدرسة خيرية تركر. قدمت من سوريا منذ لا يقل عن 4 سنوات. عملت في مدارس سورية لمدة لا تقل عن 27 عاما في مجال التدريس. منذ سنة ونحن نعمل في هذا البرنامج، برنامج التعليم المنزلي. وقد لاقى هذا البرنامج نجاحاً كبيراً، وخاصة بأن الجميع يعلم بأن هذا التعليم ما قبل المدرسي مهم جداً لتكوين شخصية الطفل وتجهيزه لمرحلة التعليم الأساسي. طبعاً نحن ليس فقط نعمل في هذا المجال، وإنما نساعد الأم كتوعية في مجال التوعية وفي مجال التربية، تربية الطفل. وأيضاً لاقى هذا الشيء جداً سعادة من قبل الأم ومن قبل الطفل في نفس الوقت.